فوش قال اليوم الصباح سيد عبد الفتاح أموره قبل ما يسافر اليوم إلى الجزائر. بقعد دعوتي لجمال ليلقى محاضرة بين المغرب والعشاء. وصلت قدام الجامع المعني وكان أذاني أذن. لقيتهم الناس متجمهرين وخرج لي واحد من الشباب قال لي رد بالك ما تدخلش الجامع، عرف فما جماعة متوعدينك ما همش يخليوك تدخل لا من الباب هذا ولا من الباب هذا. قلت له ودي أنا أذان أذن، كيفاش ما تدخلش نصلي؟ وهذا معقول؟ خان بلاد مسلمين احنا. أنا قدمت الجامع وما جاوني الشباب هذوما، واحد منهم قال لي السلام على من تبع الهدى. قلت هذيك تحية النصارى واليهود وتحية المسلمين، السلام عليكم. بدأ من وقت عاد قال الناس ما حاجتهمش بيك وما ليش خليك تدخل الجامع، وبدأوا يا كافر يا مشرك يا مبتدع يا فاسق يا در. كلام عمري ما سمعت كيف. أصررت أن مش ندخل نصلي، قلت نصلي ندخل نصلي، قد تدخل هاتك سلام وتخرج فورا. احنا داخلين في الباب يخرج لي واحد من الميضة ضربني بونية جاتني على صدري من جهة هذه، من بعد ضربني واحد ثاني، ومن بعد مرشوني وقت اللي وفات الصلاة مرشوني حبوا يطيحوني في القاعة. الإمام في الجامع هو اللي حرض الناس لأنه سمع أن شخص فلان سيأتي ويلقي خطبة. الرجل حرض الناس وجمع الجموع وكأنه في ليلة غزوة يزهو بنفسه ونساء وأنه إمام داعية خير مش داعية شر، داعية وحدة مش داعية تفرقة. رجل هذا اللي عمري ريته ولا نعرفه ولا نحب نعرفه أصلا، لأن هذه النوعية من الناس يسوءنا أن يكونوا موجودين كقياديين في مجتمعنا. الشرطة ما جاءوا حماوني إلا للخروج من البلاد وقت اللي هجموا علينا، لأنه احنا نقلنا كيف سكروا علينا الجامع منعونا من الجامع، والإمام حب يعتذر في الجامع زاد نحاولوا البوق من يده ومرهوشوه زاد كيف مشينا القاعة من القاعات هجموا علينا في القاعة. وفي الطريق وأنا ماشي للقاعة تتضرب حجرة كبرها تضرب على البلار، جاء واحد مطور ورماها على البلار، الحمد لله البلار ما تكسرش ولا واحد رأسه يتفرشخ. الواقعة هذه واقعة تكرر فيها الاعتداء والاعتداء العنيف وبمبرر تكفيري مبرر ديني، برا أني أنا كافر. ويبدو أني مانيش أنا وحدي في القائمة بتاع الكفار، يبدو أن جل الشعب التونسي هو في خانة الكفار. هذوما الناس يستعملوا الألفاظ البذيئة ويستعملوا الأيدي، يعني هذا دخيل، هذا صنف دخيل على التدين في تونس، لا علاقة له بالتدين أصلا لأن الإسلام ليس هذا أبدا. أنا كنت من الناس القلائل اللي ناديت للتصدي لهذا التيار، وكنت من أوائل من نادى الوطن التونسي إلى فتح حوار وطني حول هذه الظاهرة، ظاهرة العنف وبشكل خاص ظاهرة العنف اللي هي تحت لواء ديني أو تحت اتكاد دينية. لم أسمع أحدا استجاب لهذا الطلب. خاطبت سيد رئيس الجمهورية، خاطبت المفكرين، خاطبت المثقفين، خاطبت الناشطين السياسيين. يبدو أن كل واحد يعمل في حساباته الخاصة به لا هي بحسابه الشخصي، لكن حتى حد ما وحط في باله وأنه حسابه الشخصي سيظهر إذا كان يبقى هذا الفكر قائما في الوطن. يعني تربح انتخابات ولا ما تربحش انتخابات، وتكون في الحكم ولا تكون في المعارضة، هذه النوعية من التفكير ستقضي على مستقبل إدارة الشأن العام. أنا الآن نفكر في أختي وبنتي ووالدتي وزوجتي كلياب طول السوق، النساء اللي موجودين في تونس اللي هم جزء مني جزء مجتمع التونسي. نفكر كيفاش يعيشوا في تونس، كيفاش ممكن أخوتي وأولادي من الشباب المخالفين للرأي هذا من طلبة الجامعة والعمال والفلاحة والخدامة، كيفاش ممكن هؤلاء مستقبلهم يكون في تونس؟ يا أخي احنا كيف باش نبنيو الديمقراطية؟ باش نبنيو على ورق، باش نبنيوها في كتاب ونطبعوه؟ احنا الديمقراطية إذا كان ما تكونش سلوك، ما تكونش تعامل، ما تكونش روح قائمة، لا خير في النصوص. احنا جربنا النصوص سابقا، لقينا وأن الواقع المكرس يغلب النص. الناس اللي توا الآن يشتغلوا في البوان والفيرغول يجب يحطوا في بالهم اللي فيما قضية أكبر تنتظرنا بعد كتابة الدستور وقبل كتابة الدستور، هي هذه الروح التي يراد إشاعتها في البلاد واللي روح بغضاء. يتوانسى وحدوا أرواحكم، ما تضربوش الناس وما تعداوش الناس، لكن وحدوا أرواحكم باش ما تتسربش فينا روح البغضاء، وخاصة وقت اللي تكون عندها طابع ديني والدين منها برا. تسلح الدموع اللي كانت تنزل من عينين شيخ عبد الفتاح مورو، دموع شنو حسب رايك؟ شيخ عبد الفتاح مورو متألم جدا، شيخ صادق فيما يعيشه من محنة، يعتبر نفسه ممتع.